بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. ده احنا دلوقتي هنعمل دي اكس 4020 بريبيرنج. يعني ايه؟ ازاي تكونفيجر كارت دي اكس 4020، كارت النتورك ده اسمه دي اكس 4020، معروف كده في البوش كارت دي اكس 4020. اول خطوه زي ما احنا اتفقنا، انت وصلته على راوتر. ايوه، وصلت الكارت على راوتر، على راوتر، وانت باللابتوب بتاعك اللي احنا مشغلين من عليه دلوقتي وتوصلت على نفس الراوتر. ماشي. راس الشبكه مين؟ الراوتر. جميل. انت دلوقتي عايز تخش على راس الشبكه، تعرف تاخد اي بي ايه، لان الكارت ده لسه طالع من الكرتونه ملوش اي اي بي. فهو لازم واحد راس زي دي كده تدي له اي بي مؤقتا. مؤقتا مؤقتا على ما احنا نغيره باللي انت عايزه بقى. انت عايز تغيره يبقى كده مظبوط. تمام. طيب صلى على النبي. اتفقنا هنيجي كده على رمز الشبكه. ايوه. انا دلوقتي عملت كونكت للشبكه بتاعتي تي بي لينك اكسباندر. ماشي. طيب هخش على الراوتر ازاي يا معلم؟ كليك يمين. كليك يمين. اوبن نتورك. اوبن نتورك. شينج ادابتر. شينج ادابتر. ادي الكونكشن بتاعي اللي هو الواي فاي. بالظبط. دبل كليك، اضغط عليه مرتين. عمر خلص يا عمر. خلص. بعدين يا اشرف. بتجيب التفاصيل. ايوه. عادي الحته دي تاني، ده اي بي هك وده اي بي الراوتر. نرجع بقى تاني كده ونعيد الحته الكلام ده تاني. بص يا صاحبي، انا دلوقتي عايز اخش على الراوتر اعرف اي بي الراوتر. ليه عايز اعرف اي بي الراوتر؟ عشان اعرف اي بي الكارت المؤقت. الكارت اللي هو موجود عشان اغيره. بالظبط. الله ينور عليك. تمام. يبقى انا هعمل كده، كليك يمين، اوبن نتورك. اوبن نتورك. وبعدين تشينج ادابتر. تشينج ادابتر. على النت. تمام. بتروح على الواي فاي. ده مقفول، ده مقفول، لازم مالكش دعوه بيه. دبل كليك على ده كده، افتح ده وشوف التفاصيل. بالظبط. التفاصيل يا معلم بتقول لك ان انت الاي بي بتاع الجهاز بتاعك 100. الجهاز اي بلد اللي انت فيه ده، اللي دي تفاصيل الكونكشن ده. ماشي. اللي هو اول 100 والراوتر بتاعك 254. قدامك طريقتين. حلو. قدامك طريقتين عشان تعرف الاي بي المؤقت اللي راح للكارت. ماشي. الطريقه الاولى ان انت واخد 100، يبقى الكارت 101 102 103. تجرب 101 وتجرب 102 وتجرب 103. ماشي. دي اسهل. تاني طريقه ان انت حضرتك هتخش على الراوتر نفسه وتقول له انت مدي الكارت كام؟ ازاي؟ تعال نجرب، تعال نجرب الطريقه الاولانيه. الطريقه الاولانيه اللي هي، بص يا معلم، هتفتح رن اللي هي ويندو مع رن. رن اللي بتكتب فيها سي ام دي. ماشي. سي ام دي. تمام؟ فتحت لك الدوس. ممكن تعمل حاجه بسيطه اسهل، تعمل كده كليك يمين نيو شورت كات، تكتب سي ام دي. ماشي. جميل. انتر. دي طبعا هتسمى يعني، معلش كليك يمين نيو شورت كات، تكتب سي ام دي. ماشي. ماشي. بقت عندك دوس، تفتحها على طول في اي وقت، تقفل وتفتح مفيش اي مشكله. حلو. جميل. هتكتب الاتي، احنا قلنا انت اي بيها كام؟ 100. 100. هتجرب اللي بعده. ماشي. جرب الامر ده، هتكتب معايا وتحفظ الحاجه دي، دي محفوظه. محفوظه. تلنت. مسافه. ايوه. الاي بي بتاعك اللي هو 192.168.0.101، فانت اي بيها 100. ايوه. الاي بي بتاعك 100. ايوه. انت هتجرب 101. ماشي. مسافه 4 تسعات. بعد ما عملت ال 4 تسعات انتر. انتر. مش رد. حلو. اغير اخليها 102 مثلا. بالظبط كده. على فكره انا كتبت 3 تسعات. المفروض 101 هي تجيب، لان هو الشبكه بتاعتنا ما فيهاش ال، ما فيهاش الا الجهازين دول بس، احنا الشبكه بتاعتنا راوتر والجهاز والبي سي. ايوه. فما جابتش ليه؟ لان كتبتها كالاتي. تلنت. الامر ده محفوظ، هتلاقيه مكتوب هنا كمان اهو. تمام. كلمه مسافه 192.168.0. اللي بعده كام؟ 101. مسافه 4 تسعات. ايوه ايوه. ما التلنت بعد ما تكتب تلنت، هو دلوقتي طبعا كانت المشكله في الكابل. حط الاي بي بتاعك. ايوه. تمام. تدي له انتر. كده فتح. حلو. شفت بقى الفرق؟ استنى هرجع تاني، هرجع سكيب عشان تسجلها، عشان اقول لك الفرق ان هو بيفتح ولا مش بيفتح. انت بتجرب عشان يسجل. ماشي. بيسجل دلوقتي. طيب انت دلوقتي بتجرب تلنت. ايوه.
الشيبسات نفس الاي بي اللي الجهاز خده اللي هو حد الجهاز حد بس زود مثلا واحد واثنين وحتى تلاقيني كاتبها على الراوتر 101 عشان لو حد خد راوتر بس مسافه 4 ساعات ما تنساش الاربع ساعات تمام. شوف لو انت مثلا كتبت اثنين بتجرب يعني مثلا وبعدين كتب مسافه 4 ساعات مش هيفتح انت بالظبط كده. تعال تعال لا مش شرط عادي انت تخش تاني على سي ام دي النت مسافه من 92 68 واحد النت تكتب على طول بعد ما تيجي ولا اديها مسافه مسافه طيب لا انت قصدك بعد ما لا لا اكتب على طول طيب. انا افتكرت شوف الاقدار اي بي السليم اللي هو دلوقتي واخده من الراوتر لما تيجي تضغط انتر كده فتح فدام كتب لك الماك ادرس مش عارف ايه والفيرجن هغير كيف عادي يبقى انت كده عرفت الاي بي ازاي تراي اند شوت يعني جرب وشوف ماشي. افرض ان انت مثلا في شبكه كبيره فيها اجهزه كتير فانت خدت من نفس الشبكه دي فانت مش هتخو... ما هتلاقي بقى واخد اي بي تاني في رينج تاني خالص فتعمل الطريقه الثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ تخش على الراوتر تقول له انت مين الكارت بتاعي كام فين اي بي الراوتر اهو أيوه. يبقى انت حضرتك تفتح صفحة نت وتكتب كده 192 168 0 254 ايوه 254 ده جت من ايه؟ جت من هنا هي الجيت واي تمام. هتيجي تفتح هيقول لك والله انا عايز باسورد ادمن ادمن دي معظم الراوترات كده لو راوتر لسه جديد ادمن ادمن جميل خش عليه ده الراوتر يا معلم هتخش كده حاجة محفوظة محفوظات ايوه وايرلس وايرلس ولا ايه؟ لا دي اتش سي بي معلش خش دي اتش سي بي دي اتش سي بي ليست ليست دي معناها ايه؟ انت بتقول للراوتر مين الناس اللي واخدة اي بيات عندك؟ بيقول لك والله ده 1-2 1-2 فايز فايو اللي هو اللابتوب بتاعي تمام؟ واخد اي بي رقم 100 ايوه الرقم الثاني اسم ملخبط واخد اي بي رقم 101 الاسم الملخبط ده اللي هو عباره عن ايه؟ عن اسم الماك ادرس المكتوب على ظهر الكارت ماشي اخر 6 حروف او 8 حروف هم دول بتوع الماك ادرس فهو بياخد الاسم ده ومديله كام 101 دي الطريقه الثانيه اللي انت تعرف بيها اي بي الكارت اول طريقه انت بتجرب 100-101 ماشي واخد بالك ثاني طريقه لو شبكه عندك كبيره او انت واخد مثلا من شبكه في الشغل فلازم ان انت تدخل على اي بي الراوتر وتشوف مدي الاسم ده هتجيبه هتلاقيه على دار اللي هو الماك ادرس يعني ماشي هتقوله لك هتجيبه منين تمام. لا بص بص شايف دي الارقام دي ايوه هي دي اول حاجه فيها بيئه تمام. يبقى انت كده عرفت الاي بي المؤقت الاي بي ده مؤقت يعني لو النور قطع أيوة. او انت شلته ورحت بيه في مكان تاني مفيش اي بي فانت انت عايز تثبت اي بي طيب دلوقتي يبقى احنا عشان نثبت اي بي هنعمل ايه؟ هنخش على الاي بي المؤقت الاول ازاي؟ التلنت ماشي اللي هي دي تكتب تلنت مثلا 192.168.0.101.4.9 فتح كده الكارت فتح انتر كمان مره هنكونفجر حاجتين اتنين سيرفر وتشانل سيرفر سيبك بقى من كل الكلام الاسمر ده انت عندك زيرو بتجيب لك سيرفر واحد بتجيب لك شانل اضغط زيرو انتر بيقول لك اي بي ادرس هسيبه 4 اصفار قول له لا انت عندك المفروض تغير البنك الجزيره كام؟ اللي هو ده؟ ايوه صح؟ 10 دوت 2-2-8 دوت انتر لا عادي انتر او دوت هو بينقل لوحده 2-2-8 8-6 انتر كم؟ 2-3-5 انتر باسورد لا ما اللي انت مش عايز تغيره انتر على طول بيعدي يعني انتر سبنت ماسك دي محفوظه 24 ال 255.255.255.0 دي معناها 24 ماشي ليه ده حوارها طويل شويه حوارها طويل عشان لا مش مشكله اهم حاجه دي حاجه محفوظه دي معناها 24 بت جميل طيب ما تغيرش باسورد بس كده خلاص كده عايز تتاكد خش تاني على السيرفر خش تاني زيرو على السيرفر بيقول لك والله الاي بي 010 انتر كذا اهو هو المكتوب هنا بالظبط البتاع دي 24 ايوه تمام خش بقى على الشانل رقم واحد خش عليه مدرك اللي انت مش هتغيره انتر وعديه فدي مش هنغيرها
هي دي. لا ودي برضو مش هنغيرها. هي دي داتا جرام. داتا جرام طيب ضروري 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 تبقى 0.2. داتا جرام داتا جرام طيب ضروري تبقى 0.2 مش 0.0 بس. تاني يبقى احنا دخلنا على ايه؟ على سيرفر رقم 0، غيرنا الاي بي، غيرنا السبنت ماسك بس خلاص. دخلنا بعد كده على تشانل رقم 1، مغيرناش حاجه الا 0.2 دي كانت 0.0 عملنا 0.2 بس. هتسيف بقى، وريني بقى تسيف بقى من انهي واحده من دول. هتختار رقم كام؟ عايز تسيف تختار رقم 9، سيف اند اكزيت، تكتب 9 وانتر. باراميتر ستور كونكشن لوست، فقد الاتصال بالكارت. ليه؟ لان اي بي هو مختلف، الاي بي ده مختلف عن اللي احنا كونكتد بيه من على الراوتر. ايوه كده خلاص كده البرمجه بس مظبوط. طيب حاجه تاني؟ لا نخرج خالص، وعايزين نعرف الاي بي ان هو محطوط على الراوتر على على الكارت ده. ما انا اكدت لك عليه لما انا قلت لك خش تاني على تشانل. لا معلش انا على سيرفر معلش انت دلوقتي مش هنقدر. ليه؟ ليه؟ انت الاي بي الشبكه عندك اي بي الشبكه عندك 192 168 0 كذا. ايوه علشان تغيره هتغير الرينج عندك يدوي، هتعمل كده بالشكل ده، هتغير رينج الشبكه عندك يدوي وهتوصله بقى كارت، هتوصله كابل، هتوصل كابل عندك وتغير الاي بي اللي هو الايثرنت مش الواي فاي، هتوصله كابل مباشره على اللابتوب خلاص. أيوه. ما انتش محتاج راوتر بقى، ارمي راوتر. هتيجي كده لازم تغيره في نفس الرينج اللي انت عملت بيه الكارت. ماشي هتغيره كالاتي. ايوه هتغيره كالاتي 10 228 ماشي 86 ماشي و 235 يبقى انت تحط كام؟ 234 او 236 بالظبط صح كده؟ بالظبط تمام كده. 200 بص قدامك من 1 لحد 254 ما عدا الاي بي ده، ما عدا الرقم 235 يعني 1 2 3 10 20 30 لحد 254 بس ما تختارش 235 لان ال 235 ده محجوز لمين؟ للكارت. هو بتاع الكارت فانت ما ينفعش الجهاز يبقى زي الكارت استحاله مش مش هيقدر. فانت اعمل له 2 اي شيء ودي مش لازم تملاها على فكره. هو كده هتجيبه خلاص. بص اوكي بص اوكي. طيب خش تاني بقى تقوم حضرتك تعمل تلنت. ايوه على مين بقى؟ على ده بس بالظبط. الله ينور عليك. على ده 228 86 235 مسافة 4 ساعات ما فتحش. ليه؟ لان احنا كده هتاخده بقى من عندك تحطه هنا مباشرة بالظبط لان الرينج بتاع الايباد خلاص خلاص كده اللابتوب دلوقتي فقد اتصاله بالكابل. بالظبط انت كده هتجيب الكارت مباشرة بالكابل هنا. هات واحد هات من جرب عندك كارت دي حضرتك تقوم شايل دي كده وعامل كده بس كده مجرد تاني. طيب طبعا هو لسه طبعا لسه بيقرا معلش. فتح خدت بالك؟ فتح كده هو ده هو بس كده كده كله نظام صح. اكزت بره خروج. اي خدمات تاني؟ حبيبي حبيبي نشوفك على خير. خلاص كده يا باشا؟ خلاص كده يا باشا. نسخ اللي انت ابوك بعت لو تكرمت.